هاي لزامي كديري لاباس عليكم، جيسبيغ تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا حشمانه منكم، عارفه راسي غبرت عليكم بزاف صراحه. كانوا عندي بزاف الاغراض خاصني نقضيهم، ما كانش عندي الوقت نهائيا في نصور لكم شي حاجه. كانوا عندي شي حوايج اهم من انني نصور فيديوهات، شي حوايج خاصني نديرهم. ومن بين هاد الغبره ديالي هادشي اللي غنعاود لكم اليوم. انا عارفه غادي يجيكم غريب بزاف لزامي، والله العظيم انا جاني غريب ودابا كنعاود لكم. انا باقا ما استوعبتش هادشي، كيف ما شفتوا في العنوان دازت لي 30 مليون مغربيه الكونت ديالي. كيفاش علاش نوقع داكشي؟ انا غنعاود لكم. شي سيمانه هادي باش وقع هادشي، شي سيمانه هكاك واحد النهار كنت جالسه دايره لايف في تيك توك مع البنات اللي كيشوفوني في تيك توك، راه كيشوفوني كندير لي لايف. كنت جالسه دايره لايف في تيك توك مع البنات طالعين كنضحكوا مجمعين كنلعبوا شويه، وهي توصلني نوتيفيكاسيون الفوق من عند البنكه ديالي فيها فيرمون روسي 300000 درهم. انا شفت هذيك 300000 درهم بحال تشوكيت. ديك الساعه خرجت من اللايف ما قلت للدريات بسلامه، ما قلت لكم انتم اللي كتفرجوا فيه في تيك توك غادي نحبس اللايف. ديك الساعه درت برك لابليكاسيون، خرجت من لابليكاسيون كامله، دخلت نيشان الكونت ديالي كنقلب كنلقى بلي انا تزادتني 300000 درهم. تشوكيت تخربقت ما فهمت والو. الغريب في هذا الشيء كامل لي زامي هو داك انسان، داك لا بيرسون اللي مصيفطي 300000 درهم. انا ما كنعرفوش عمرني وصلتني شي فيغمون من ديك السميه. وبقوة ما انا تخربقت وتشوكيت كنشوف 300000 درهم، وانا عرفت 30 مليون، ولكن شنو بقيت كنقول؟ وقيل انا ما عرفتش نقراها، وقيل انا قريتها غلط. مشيت كنسول صحاباتي كنقول لهم شحال 300000 درهم، كلشي كيقول لي 30 مليون. انا عاد ما زدت الضغط، بقيت كنقول ويلي شت الشيء، وعرفتي الضغط غادي نقول يا سيدي ربي شت الشيء، ياك ما عنديش عصابه ياك ما عنديش كاع الافكار طاحوا ليا فهاد الراس. صافي بقيت جالسه هز التليفون ديالي كنتسنى وصلني شي ميساج من عند شي واحد، ولا تليفوني صوني يقولوا لي بلي راه دوزنا لك فلوس بالغلط باش هكا نرجعهم لمولاها. ومن واحد الناحيه اخرى كنقول وقيلا ربي صيفط لي الفلوس كنقول وقيلا ربي صيفط لي الفلوس باش نتمتع. ولكن بقيت كنقول عاوتاني هادشي كيوقع غير في الافلام، شكون اللي غادي يصيفط لك 30 مليون؟ هادشي راه ما كاينش الواقع. وفقت من ديك الحلمه اللي كنحلم. صافي لي زامي بقيت كنتسنى شي ابل ولا شي ميساج، ما وصلني حتى شي ميساج وتليفوني ما صوناش نهائيا. وتخيلوا انا اللي ما كاينش راه داك النهار هز التليفون وكندير فيها كنقلب في انستغرام، قلبت في واتساب، ما خليتش فين قلبت، كنتسنى شي واحد يصيفط لي ميساج ويقول لي بلي دوزنا الفلوس بالغلط. وتخيلوا معايا لي زامي ما قدرت نقول هادشي حتى شي واحد، قلت لا الفلوس ماشي ديالي حتى شي واحد ما ساق الخبر. انا دابا كنقول الحمد لله ملي انا فكرت هكا، يعني الحمد لله ملي انا جاني داك الثبات وفكرت هكا، حيت انا واحد البنت ما كنفكرش هكا. ديك الساعه نقدر فهمتي نمشي نقولها لصحاباتي نقولها لماما، وما غاديش يعرفوا فلوس ماشي ديالك، يعرفوا عندك فلوس خاصهم ياخذوا الفلوس فهمت، خصوصا الوالدين. انا بعدا ماما. صافي ما قلتش حتى شي واحد، بقيت جالسه متبته كنقول لا فلوس ما خاصنيش نقرب ليهم، ما خاص حتى شي واحد يعرف بلي انا عندي هاد الفلوس. حيت ديك الساعه ما كنت محتاجه حتى شي واحد يوسوس ليا في ودنيا ولا شي واحد ياثر عليا بشي حاجه، اثر عليا شي واحد ندير شي كارثه. ديك الساعه انا ما عرفتش كيفاش نفكر، مخربقه بزاف. الحاجه الوحيده اللي كنت باغا هي نبقى محافظه على دوك الفلوس وما نقربش ليهم نهائيا. فكرت انني نمشي للبنكه ونقول لهم دازوا لي الفلوس ماشي ديالي ونعطيهم ليهم، وخفت عاوتاني ما يرجعوش الفلوس لما ليهم ونصدق لي انا لموا الفلوس حتى شي واحد والبنكه يديو لي الفلوس. قلت لا سلمى ما ديريش، اللي مصيفط لك هاد الفلوس الا كان شي واحد غلط راه ما غاديش يسمح 30 مليون، ماشي 30 مليون، ماشي 30000 ريال، 30 مليون. بغيت نوصل لك غير 300 درهم بالغلط غادي يرجع يقول لك خسر غلط. قلت لا سلمى ما تمشيش للبنكه، بقاي خلي عندك فلوس مولاهم يبان. هذه الفكره اللي كانت عندي. صافي لا زامي جا الليل، ناري اكرس ليله دوز ما شفتش النعاس، تخيلوا ما واكلاش ما كليت والو، كنت بقيت غير كنترعد ودايخه وما عرفتش داكشي من تسلط عليا، ما عرفتش كنكون جالسه كطيح عليا شي حاجه من الزمان. ديما بحال هكا خصكم تعرفوا ان حياتي دايره بحال هكا، كنكون جالسه محاسه ما ضانا ديما شي حاجه برق طاحت عليا. صافي لا ماكله لا شراب، ما كندير مع حتى شي واحد، كنفكر. جا الليل دوزت ليله كحله، كاع الافكار الزوينه والخايبه طاحوا ليا في راسي، وكنتسنى تليفوني يصوني وكنهز تليفوني ما حطيتش التليفون من ايديا، كنتسنى شي ميساج حتى شي حاجه ما وصلت. ما عرفتش ديك الليله كيفاش دازت. صافي جا الصباح ما صوناش التليفون، ما وصلني حتى شي ميساج. اختكم بدات كتستوعب، قلت راه واقيلا ربي صيفط ليا الفلوس، حيتاش باش تغبر على فلوسك 24 ساعه ماشي شي فلوس زعما اللي عاديين 300000 درهم، تغبر على 24 ساعه راه انا بعد
800 درهم ما قدرش نغبر على 24 ساعة دوزتها في الغالة. ايوا واش نعاود لكم اللي ظهر ديك الليلة عاد واش عرفت المعنى الحقيقي ديال ان صحاب الفلوس ما كينعسوش، ما شفتش النعاس ما شفتهاش. اختي والله حتى الفقرة زوين. ما شفتش النعاس ديك الليلة، بقيت كل دقيقة كندخل نطلع عليهم، كل دقيقة كندخل الكوم ديالي كنطلع عليهم، كنتأكد واش باقيين بحال غير طايرة. صافي قلت لكم لازمي جا الصباح تليفوني ما صوناش ما وصلني حتى شي ميساج، بديت كنستوعب ان الفلوس صيفطهم لي الله وانهم ديالي. صافي بديت كنخطط اش غندير بهم، دخلت افيتو دابا حيت انا كندوز البيرمي قربت نشد البيرمي ان شاء الله الا بغى الله. بقيت كنقلب في الطوموبيلات، هادي زوينه هادي ما زويناش هادي، ولات عرفتي ولات كنيغوسي مع ماليهم، كنصوني عليهم كنقول لهم هذيك الطوموبيل الاخر ديالها، وحق الله العظيم واحد الحاله وصلت لها ما تقدروش تخيلوا. دخلت الافيتو باش كنشوف الطوموبيلات، لا هادي ما زويناش لا هادي حيدي لا هادي، لا انا عندي 30 مليون شريت طوموبيله واعره. وين الحاله وصلت لها ما تقدروش تخيلوا. صافي تيقت انا الفلوس ديالي، ولكن من واحد الناحيه اخرى كان عندي احساس ان انهم ماشي ديالي، حيت الحاجه ماشي ديالك راه ماشي ديالك، عطيني خدمتي على ما والو ما يمكنش حاجه تطيح عليك من السما، هادشي بعدا ما كاينش، كاين غير الافلام انا عمرني ما شفتو من غير كل لقيت شي صاكي ديال الفلوس نقدر نقول اه لقيتو، كي مشي دوزو لي الفلوس بديك الطريقه ما دخلتش لي راسي. ولكن واخا بقيت كنيغوسي مع مالين الطوموبيل وداك الشيء ما قلتش حتى شي واحد غير بوحدي، بحال كتدخلي تشوفي الحوايج وانت باغا تشريش ودخلك الدوري، ولكن انا واخا شويه تيقت راسي داخله كنشوف الطوموبيلات هذه زوينه هذه ما زوينه، انا عندي الفلوس خليني نزيد نزعم نشري شي حاجه واعره. صافي عاوتاني داز داك النهار هكاك لا ماكله لا شراب، وانا دايخ من افيتو كندخل لسيت كنشوف لاباس عليا انا لاباس عليا الفلوس كنراوز اللي بغيتها غنشريها. بحال ديك الدره الصغيره داك شعطيه درهم يقول لك غنشري بها بيكالا، بحال هكا كوقع عليا. المهم كحت براسي عندي مليار ما خليش فاش فكرت انني غنشري. يا ديك لا زامي دوزت داك النهار هكاك عاوتاني جليل كنقول لكم ما كليتش، نقدر نكون كلتي حاجه خفيفه ولا شربت غير الماء، المهم ما كليتش هذيك اليومين بعد تسديت فيها طحافيت ما كلتش. لا زامي ديك الليله عاوتاني ما نعستش ما شفتش النعاس، كنسنى تليفوني صون وكنقلب على الطوموبيلات وكندير وكنحلم ما خليت ما درت ديك الليله، تكون صريحه معاكم كنقلب وكنحلم وغندير وغنشري. المهم بزاف الافكار طاحوا لي في بالي ديك الليله، ثاني ما نعستش على زامي، راه كنقلب داخله وخارجه داخله لي زابليكاسيون كنقلب. صافي صباح الصباح تخيلوا مع 8 الصباح تليفوني كيصوني، نهار الاثنين اللي فات تليفوني كيصوني مع 8، انا باقا ما نعستش باقا فايقه كنفكرش غندير بالفلوس. الو وفاش ديك لابيل قلت هادي اما موت اما صحاب الفلوس. صافي دوك لي زابيل ديال الصباح بكري وديال الليل كيكونوا بحال هكا، هادي اما موت اما صحاب الفلوس. الو السلام عليكم معك لابونك، معنا سلمى فاضل. وي سلمى فاضل الله يخليك، ردت لك واحد الفلوس بالغلط للكونت ديالك خضر رجعتنا للبنك، شفت تعيت قلت الفلوس ماشي ديالي، بدا كيوسوس لي الشيطان حيت اللي خرج الفلوس ما عندهم ما يصوروا مني فهمتوا، ما انا ما شفرتش دازوا لي بوحدو، ولكن الا شي حاجه ماشي ديك ماشي ديالك ربي راه كيشوف، حيت كون كان شي واحد اخر في بلاصتي كان يقدر يدير هكا، والحمد لله بعدا جاوا فيا انا. صافي بقيت كنشوف مع الصباح يومين ما نعساش يومين ديال العذاب، وانا نوض لبست حوايج شتي طاكسي مشيت للبنكه مع غنبقى حدا البنكه ونلقى عائله، واحد الراجل كبير مسكين وولدو حتى هو كبير ماشي دري صغير، ولدو كبير ومرتو واقفين. المهم انا عرفت ناس هذوك هما اللي فوت حيت كانوا مخلوعين، تخيلوا كان وجههم مخطوف اكثر ما انا وجهي مخطوف، كانوا مساكن مخلوعين ومستريسين. دخلت للبنكه دخلت شفت الغيسيبسيون وتقول لي هذوك راه ماما اللي الفلوس راه وقع وانا نمشي عندهم. قلت لهم سلام، بديت كنضحك معاهم قلت لهم ما تخافوش، قلت لهم ما قربتش ليا ما بقيتش محافظه عليهم كثر من فلوسي. مسكين داك الراجل بقى كيدعي معايا وبقى كيعنق قال لي شكرا يا بنتي. دابا ولدو شنو بغى يدير؟ ولدو كان بغى يدوز الفلوس لباه الكون ديال با، ما غلط في شي رقم في الغيب، غلط في رقم الفلوس ما يدوزوا ليا. ايوا مساكن شحال فرحوا زعما بينا فيهم شي ناس زعما ما بحالهمش، شحال فرحوا مساكن. قلت لي لا عمي ما تخافش ما قربتش ليهم وهادشي الشيء، قال لي شكرا بنتي مسكين شحال بقى كيدعي معايا. ايوا لي زعما رجعت لدارنا وزدت تاكد ان الفقر زوين وكيخلي النفسيه ديالك زوينه ومرتاح ما تابعك حتى شي حاجه، نعسو تفايقي ما تابعك حتى شي حاجه، وانا صاحب الفلوس ما كينعسوش مساكن. وطاح الدود نعس واحد النعسه عمرني نعست بحالها. ايوا لي زعما كانت هادي القصه ديالي، هذا كوشمار ماشي قصه، داك اليومين دوزت العذاب. صافي لي زعما قولوا لي نتوما كون كنتو في الموقف ديالي شنو كنتو غديروا؟
خليو لي في لي كومونتير، و الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم و بارطاجيو معاهم التجربه ديالي، حيت كاين شي ناس ما غاديش يرجعوا الفلوس للمريم، وانا عارفه 70% تقريبا، ولكن شي حاجه ماشي ديالك ماشي ديالك، واخا كاع انت تاخذها ربي كيشوف، واخا زعما انت ما شفرتيهم ما والدزوه هكاك، ولكن ربي كيشوف الناس طالب عليهم تمارك، كل واحد ملي كيجيب الفلوس يعني خاصك ترجع الفلوس لماليهم، ولا بغيتي شي حاجه خاصك تخدم عليها، حتى حتى شي حاجه ما كتجي في الساهل. وصافي بارطاجيو ليا لا فيديو ديالي، وديروا ليا لي لايك، وديروا ليا لي كومونتير، وقولوا لي كنتو نتوما في لاسي شنو كنتو غديروا. وصافي لي زامي، مابقيتش غنغبر عليكم، كان مغبرني غير البيرمي وهذا الشيء، ان شاء الله دابا اللي جاي غيكون حسن. وباي باي عليكم، بيزوات، باي باي.